السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في هذه الحلقات نتكلم عن الدليل عن وجود إله. وقد قلنا سابقا أن الدليلين الأساسيين اللذين قدمهما كتاب وهم الإلحاد ومن خلال القرآن الكريم هما: أولا دليل العدم المطلق غير مندش، وهذا الدليل سوف نفصله لاحقا بعد أن ننتهي تماما من إثبات وجود إله على مستوى الحياة الأرضية. ثانيا الدليل على كون الأثر أو صفة الأثر دالة على صفة المؤثر، سواء في التنظيم أو التقنين أو الهدفية أو الحكمة، وذلك على ثلاثة مستويات: مستوى الكون ككل، ومستوى الحياة الأرضية، وكذلك على مستوى الإنسان والطفرة الثقافية الخاصة به. وأول ما بدأنا به هو الحياة الأرضية، ومن النظرية التي تفسر تنوعها وهي نظرية التطور، وبالخصوص من صفة الهدفية. وقد بينا في الحلقة السابقة أن التطور هادف بمجموعه، وأن هدفه إنتاج آلة الذكاء الفائق. وقلنا أيضا أن هذا الإثبات يعني أن وراء التطور هادفا، وهذا دليل كاف على وجود الله سبحانه وتعالى. فقد أثبتنا على مستوى الحياة وجود صفة الأثر، وهي دالة، وبذلك تكون دالة على كون تلك الصفة للمؤثر، وهذه الصفة هي صفة الهدفية. أيضا إثبات الهدفية هو في الحقيقة بيان كافي لنقد نظرية بروفيسور دوكنز الإلحادية، والمبنية تحديدا على نفي هدفية التطور، أي على كونه قانونا أعمى. وبهذا نكون في الحقيقة لا نحتاج لنقدها إلى دليل أكثر من ذلك. ولكن مع هذا فإن كتاب وهم الإلحاد للسيد أحمد الحسن لم يكتفي بهذا القدر، بل ناقش هدفية وقانونية وتنظيم التطور حتى من منظور التجزئة، لأن الملحدين يعتمدون عليها، أي على التجزئة، ويركزون عليها لتشتيت نظر الناس وصرفهم عن رؤية الهدف من منظور الوحدة. وفيما يلي سوف نفصل إن شاء الله مجموعة من الخطوط الاستدلالية على كون التطور مقنن ومنظم وهادف، ووراءه إذن مقنن ومنظم وهادف. وسوف نطرح ذلك على ثلاثة أمور لتطبيق قانون صفة الأثر دالة على صفة المؤثر على مستوى الأرض والحياة. وهذه الأمور الثلاثة هي: الخريطة الجينية، قانون التطور أو الارتقاء بانتخاب الطبيعي، والهدف من التطور أو الارتقاء بالانتخاب الطبيعي. إذن تطبيقا لقانون صفة الأثر دالة على صفة المؤثر، أول نقطة سنبدأ بها في إثبات وجود الإله من منظور التجزئة هي الخريطة الجينية. وقد سبق وأن تكلمنا في الحلقة الرابعة وأيضا الحلقة الخامسة من برنامج وهم الإلحاد عن معنى الـ DNA ومعنى الخريطة الجينية والجينات وكيفية عملها. وقد قلنا أن الجين هو عبارة عن معلومة معينة مكتوبة بلغة نظام أو ذات نظام رباعي من النيوكليوتيدات، يمكن أن تنقل بالنسخ عبر الأجيال كاملة أو مجزأة. فكما أن نظام أو لغة الكمبيوتر ثنائية وهي عبارة عن لغة صفر واحد، كذلك اللغة الجينية رباعية مكتوبة من أربعة أنواع من النيوكليوتيدات، ويرمز لها عادة بالأحرف الأربعة E, T, C, G،
وهذه النكليوتيدات تترتب بسطرين طويلين ملتفين ومترابطين لتكون ما يسمى بالكروموزوم، والذي هو عبارة عن ملف كبير يحتوي معلومات كثيرة مكتوبة بهذه اللغة، وهذه المعلومات هي التي تسمى الجينات، وهي التي تعطي لكل كائن حي شكله ونظام عمله وشكل ونظام عمل كل جزء فيه من شعر وجلد وشكل الأصابع والأطراف وحتى القلب والدماغ والجهاز الهضمي والتنفسي والأوراق والزهور والثمار وحتى الجذور. فالجينات هي عبارة عن لغة نقل لخريطة، عندما يتم تنفيذها يتكون الكائن الحي، وعندما يتم تنفيذ بعضها يتكون جزء من الكائن الحي. فكل إنسان مثلا لديه في كل خلايا خريطة جينية موحدة، ولكن وهو جنين في بطن أمه عندما كان يراد مثلا تنفيذ الكبد يعمل جزء من هذه الخريطة وينفذ فيتكون الكبد، وعندما يراد تنفيذ القلب يعمل جزء آخر من هذه الخريطة الجينية وينفذ القلب، وهكذا الأمر بالنسبة للغدد. وأما مسألة ظهور جين جديد في المجموعة الجينية المنتشرة على الأرض، فهو أمر يمكن أن يتم بطرق. أولها عندما يحصل طفر أثناء عملية نسخ الجين، حيث يتم تبديل أحد النكليوتيدات بآخر، أو لنقل أحد الأحرف الأربعة بآخر، فيتغير الجين ويصبح أمرا آخر وكلمة جديدة. فمثلا لو كان عندنا جين بسلسلة أو بتسلسل كالتالي، فتحصل طفرة ويتبدل أحد أحرف الذي هو A بآخر وهو G، فيصبح الجين الجديد بهذا التسلسل. وبعضهم يعلل الطفر الذي يحصل هنا بأنه خطأ في النسخ. الطريق الثاني، عندما يحصل طفر جيني نتيجة انفصال مقطع جيني، سواء كان يمثل جزءا من جين أو جينا كاملا أو حتى أكثر من جين، وهذا المقطع الجيني الذي هو عبارة عن مجموعة نكليوتيدات إما ينقلب في مكانه أو أنه ينتقل إلى موضع آخر في نفس الكروموزوم، أو أنه ينتقل إلى كروموزوم آخر ويرتبط به. وبحسب الأمر الأخير يكون ما حصل كأنك أخذت صفحة أو مجموعة صفحات من كتاب فيزياء ووضعته في كتاب آخر، مثلا كتاب تاريخ أو رياضيات أو كيمياء. الطريق الثالث، يمكن أن يتم إنتاج جينات جديدة أثناء عملية التكاثر الجنسي نتيجة مقايضة الجينات الأصغر بين مجموعتي الأب والأم الجينيتين. إذن الطفر الجيني هو التغيير المستمر في الجينات، وهو الذي يتمحور حوله التطور. وكثيرا ما نسمع من يردد أن هذا الطفر هو عشوائي، فهل هو فعلا عشوائي 100%؟ مع أن عشوائية الطفر الجيني لا تعني كون التطور غير هادف، بل كما بينا
فحتى مع فرض كون الطفرة عشوائي 100%، فلا بد أن يحصل عاجلا أو آجلا أو يصل عاجلا أو آجلا إلى آلة الذكاء الفائق. لكن سنجيب عن السؤال ليتبين أنه لا يمكن الحكم علميا بعشوائية الطفر الجيني. الذين يريدون إنكار وجود الله سبحانه وتعالى لا يمكنهم في الحقيقة أن يثبتوا علميا وبدليل قاطع أن الطفر الجيني هو عشوائي، بل كل ما هنالك أنهم فقط يعتبرونه عشوائيا لأنه لم يثبت لا عشوائيته. وهذا يعني أن ما لدينا في حقيقة الأمر هو أن كلا الاحتمالين وارد علميا، أي ابتداء لدينا احتمالية عشوائية الطفر الجيني تساوي احتمالية لا عشوائيته. فيمكن أن نقول أنه عشوائي، ويمكن أن نقول أنه لا عشوائي بل قانوني ومنظم، أو أنه مزيج من عشوائي ولا عشوائي ضمن سلسلة الاحتمالات الكبيرة جدا التي تحتملها سلاسل حوامد الأمينية. ولتوضيح هذا الأمر أقول إن عدد احتمالات الطفرات الجينية الممكنة في الطبيعة هو عدد كبير جدا، فهو عدد ليتحقق لا يكفيه عمر الحياة على الأرض إلى الآن، بل ولا يسعه حتى عمر الكون ككل. وقد سبق لنا وأن ذكرنا بعض الأرقام الفلكية عندما طرحنا مثال الهيموغلوبين في الحلقة 8 من برنامج وهم الإلحاد. في الحقيقة أن هذا العدد الهائل يجعل من المستحيل بالنسبة لنا نحن المحددين بهذا العمر تمييز النظام واللاعشوائية لو كانت موجودة. فنحن إنما نعرف أن هناك لا عشوائية في الطفر أو التغيير الجيني من خلال تكرر الطفر بانتظام، بحيث نعرف من خلال هذا التكرار النظام واللا عشوائية. وهذا التكرار المنتظم ليتحقق يحتاج فترة زمنية هائلة أكبر من حدود الزمن التي نعرفها، فضلا عن حدود الزمن التي يمكننا مراقبتها. إذن يستحيل علينا علميا أن نحكم بقطع وجزم بأن الطفر أو التغير الجيني الذي يتمحور حوله التطور هو عشوائي كما يفعل ذلك بروفيسور دوكنز والملحدون. فهذا الادعاء منهم إنما هو في الحقيقة مجازفة لا دليل علمي عليها إلا وجود بعض الطفرات العشوائية نتيجة القصف الإشعاعي للحمض النووي مثلا، بينما أن وجود هذه الطفرات العشوائية لا يمكن أن يكون دليلا على أن كل الطفر الجيني عشوائي. فالأمر بالنسبة لنا وبحدود الحياة الأرضية التي نعرفها مشكك بين العشوائية واللا عشوائية، ولا يوجد أي سبب علمي لترجيح العشوائية، وبالتالي القطع بأن التطور أعمى أو لا يرى الهدف النهائي كما يفعل ذلك دوكنز، فهذا مجرد حكم جزافي بلا دليل علمي. الآن إذا انتهينا من هذا الأمر نقول أننا وصلنا إلى أن الجزم بأن التطور غير هادف إنما هو حكم جزافي بلا قيمة علمية حقيقية، وإنما هو مبني على نفي إمكانية إثبات عكسه. فهل من المعقول مثلا عندما لا يتوفر لدي أدلة كافية
لإثبات أن بروفيسور دوكنز ملحد أقوم بالحكم عليه بأنه مؤمن؟ هذا نوع الحجة من جهل، وهي مغالطة منطقية. وفي الحقيقة إن هذا بالضبط هو ما فعله ويفعله بروفيسور دوكنز بالنسبة للتغيير الخريطة الجينية أو الطفر الجيني الذي يمثل الركيزة الأساسية للتطور، والذي يمكن أن يشكل أحد أصول النزاع بيننا وبين بروفيسور دوكنز وبعض العلماء الملحدين، حيث أن إثبات قانونية ولا عشوائية التغيير أو الطفر الجيني يعني أنه مقنن وهادف، وبالنتيجة يعني وجود إله قنن ويريد تحقيق غاية معينة منه، وهو إثبات يحتاج دليل، والعكس أيضا إثبات يحتاج دليل. وهذا ما تجاوزه بروفيسور دوكنز وكرر مرات عديدة، ولا زال يكرر أن التغيير الجيني أو الطفر الجيني عشوائي دون أن يقدم أي دليل علمي، هكذا فقط لأنه يريد إنكار وجود إله، فهو قرر الحكم بعشوائية الطفر أو التغيير الجيني من ألفه إلى يائه بناء على طفرات عشوائية يمكن أن تحدث بسبب الانقسام الجنسي لإنتاج خلايا جنسية، أو بسبب خطأ في النسخ، أو بسبب القصف الإشعاعي الكوني. طيب، بما أن الحكم بعشوائية أو لا عشوائية التغيير أو الطفر الجيني غير متاح لنا من خلال دراسة تكرره وانتظامه كما قلت سابقا، إذن فهذا الحكم يجب أن يأتي من خارج الطفر الجيني، وهذا لا يتسنى لنا إلا من خلال النظر في نتيجة التطور التي نعرفها ونراها، والنتيجة لما ننظر إليها بدقة وإنصاف نرى بوضوح أنها ترجح أن الطفر الجيني لا عشوائي، وأنه حصل ويحصل ضمن قانون. فالخريطة الجينية الأولى مركبة وفق قانون، وقد أدى هذا القانون إلى نظام متكامل، وهو الحياة والأيض والقدرة على إنتاج الطاقة والتكاثر والسير نحو التحسين وتسارع الطفر الجيني عند التنويع وسكونه أو بطئه في فترات أخرى أو لدى أنواع أخرى. وفوق هذا كله أنتج لنا آلة الذكاء، فلا يمكن الحكم بأن الخريطة الجينية بلا مقنن رغم أنها مقننة، ولا يمكن الحكم أنها بلا منظم رغم أنها منظمة، ولا يمكن الحكم أنها بلا متكلم رغم أنها لغة تفهمها وتترجمها مصانع الحياة في الخلية إلى بروتينات مثلا. People are excited about it. Yeah. It challenges views of life. Yes. That you can reconstruct it in the lab. Yes. That yes. changes. Yeah. I think views of life and even origins of life. Once we can really boot something up from scratch. Yes, but I love that expression, boot it up from scratch. Yes. That's very nice. Yeah, we use the software analogy. Yes. In that, because it is software. I mean, it's the whole DNA revolution shows that life is all about software. That's right. And it's just like computer tape. It's just, the chromosomes are just immensely long computer tape. الأمر الثاني الذي نريد مناقشته هنا هو قانون الارتقاء بالانتخاب أو الاصطفاء الطبيعي. فالتطور في الحياة الأرضية له كما قلنا أركان ثلاثة،
وهي التمايز، الانتخاب والوراثة. والارتقاء بالانتخاب الطبيعي هو عبارة عن عملية مقننة، بل إنه في الحقيقة يتضمن عدة قوانين تحكم عملية الانتخاب. هي عملية دقيقة يحكمها دستور يحتوي على عدة قوانين، وكل دستور قانوني سواء كان دستورا لحكم دولة أو دستورا لعمل معين تكون فيه عدة قوانين، وبعض الأحيان وفي نقاط معينة تتعارض هذه القوانين، ولهذا يقرر مثلا أحدها ويعطل الآخر في جزئية، أو يمرر الاثنان بصورة جزئية، أو يعطل الاثنان ويصار إلى قانون ثالث في هذا الدستور لحل هذه الإشكالية الدستورية، وهكذا. فالدستور مجموعة قوانين لتسيير عمل ما، ولهذا لا يمكن انتقاد الدستور واعتباره غير هادف بناء على تعامله مع جزئية معينة استثنائية تسبب بها نقص القابل مثلا، وليس لوجود إشكال في الواهب أو الصانع الأصيل. وهذا الدستور الذي نحن بصدده دقيق جدا، فلا بد أن يكون هناك مقنن وضعه ليصل إلى هدف معين ومحدد، وهو ما سنفصله إن شاء الله. الانتخاب الطبيعي يكون إما بواسطة الطبيعة المحيطة كالظروف الجوية مثلا من حر وبرد إلى آخره، أو يكون بواسطة الآكل والمأكول، أو بواسطة الرغبة مثل الانتخاب الجنسي. فأما الانتخاب بواسطة الظروف الجوية والطبيعية فهو أمر يرجع إلى القوانين الفيزيائية المؤثرة في الأرض والكون ككل، وهذه القوانين أكيد أنها تدل على مقنن. أما الانتخاب الطبيعي وفق آلية الانتخاب بالعداوة، أي عداوة الآكل والمأكول، فهو أيضا قانوني ويدل على مقنن. فعلى مستوى مثلا آكلات العشب، فهي تقوم بتطوير جهاز تغذية وهضم مناسب لطعامها، وأيضا تقوم الأعشاب بتطوير أدوات حماية كالشوك. وعلى مستوى آكلات اللحم، فهي تقوم بتطوير آليات للصيد كالسرعة والأنياب وقوة النظر والتخفي واستراتيجيات الملاحقة. بينما أن الفرائس تطور قدرتها على التخفي والسرعة واختيار مثلا أوقات مناسبة للطعام، وهكذا نجد أن الكائنات الحية يشحد بعضها بعضا ويطور بعضها بعضا، وهذا الأمر كوحدة متكاملة لا يمكن القول بعشوائيته، بل هو يمثل نظاما قانونيا، أي أنه دال على منظم ومقنن. وأيضا هناك الانتخاب الجنسي، وهو يكون مثلا عندما تختار إناث بعض الطيور الذكرة المتميزة بالريش الأطول أو الأزهى ألوانا. ونحن عندما نرى جهازا مركبا ومعقدا مثل التلسكوب أو الميكروسكوب، فنحن نحكم بأن هناك مصمما صنعه، وأن هناك قانونا حكم تصنيع هذا الجهاز المركب. أعتقد أنه من غير المعقول ألا نحكم بنفس هذا الحكم عندما نرى جهازا مركبا ومعقدا آخر
يشبهه بدرجة ما وهو العين. وهذا التركيب وهذا التعقيد وهذا النظام الدقيق أجبر بروفيسور ريتشارد دوكينز في كتابه صانع الساعات الأعمى، ورغم كونه ملحدا، للإقرار بأن هناك نظاما وأنه لا يوجد عشوائية أو صدفة في كل هذا التركيب والتعقيد الرائع والجميل. ولكن لأنه ملحد فقد قام بتجزئة آليات التطور ليضعف دلالتها على أن التطور ككل قانوني وهادف، وأنكر الهدف ليقول إن هناك صانع ساعات مركبة ومعقدة تصنع بقانون دقيق. نعم، ولكن دوكينز لأنه يريد أن لا يرى الهدف قال إن هذا الصانع غير مدرك فهو أعمى، وبالتالي فهو الطبيعة لا غير. والحقيقة أن بروفيسور دوكينز بإقراره بالقانون يكون قد ألزم نفسه الاعتراف بالمقنن، والمقنن مدرك لا محالة، وبهذا فقد أثبت الصانع المدرك أو الإله. أما مسألة الهدف الذي عمي عنها دوكينز فقد بيناها سابقا، وسنبينها إن شاء الله بالتفصيل فيما سيأتي. أيضا نحن مثلا عندما نرى جهاز السونار أو الموجات فوق الصوتية نحكم بوجود مصمم قد صنع هذا الجهاز المعقد المركب الذي يمكنه اكتشاف الغواصات في أعماق المحيطات والحصى في مرارة الإنسان. فهل يا ترى من المعقول عندما نجد جهاز السونار موجودا في الدلفين أو الخفاش لا نحكم بنفس الحكم؟ فدلافين الأطلسي يمكنها مثلا تمييز الشكل، ويمكنها أن تميز المسافة بين هدفين قريبين من بعضهما جدا. وجهاز السونار الموجود عند الخفاش ذو تقنية عالية جدا تمكنه من الحركة الليلية وتجاوز الحواجز بكل رشاقة، وتمكنه من التمييز بين تردد الصدى الخاص به هو وتردد الصدى الخفافيش الأخرى أو الضوضاء. ويتمكن الخفاش بواسطة جهاز السونار الخاص به من اصطياد فرائسه ليلا بكل سهولة، حيث لدى بعض أنواع الخفافيش مثل خفاش حدوة الحصان القدرة على حساب سرعة الحركة النسبية بينه وبين فريسته المتحركة وهو يطير بحسب ظاهرة دوبلر، أي أنه يستخدم تقنية رادار أرقى من تقنية رادار المرور الثابت الذي يحسب سرعة حركة السيارة على الطريق. وإضافة إلى كل هذا فإن هذا الخفاش قد طور سوناره هذا قبلنا بملايين السنين. فإذا نحن قلنا أن سونار السفينة أو سونار الطبيب أو رادار المرور قد صممه مصمم ووفق قانون دقيق ومحكم ليؤدي الغرض الذي صنع من أجله، فلا بد لنا أن نقول أن سونار الخفاش قد صممه مصمم ووفق قانون دقيق أيضا ليؤدي الغرض الذي صنع من أجله وبكل كفاءة كما نراه. فالخفاش يستخدم تقنية عالية لتحديد المواقع بالصدى. إذن فجهاز السونار في الخفاش يؤكد حقيقة مهمة، وهي أنه لم يتم صنعه بعشوائية، بل هناك نظام وقانون
حكم صنعه وأتقن صنعه ليؤدي الغرض بأحسن صورة. تشارلز داروين توصل إلى خلاصة مهمة في كتابه أصل الأنواع بعد مناقشة الغرائز وتطورها، واقترح أن ينظر لها، أي الغرائز، ليس على أنها غرائز موهوبة أو مخلوقة خاصة، ولكن كنتائج صغيرة لقانون عام واحد يؤدي إلى التقدم لكل الكائنات العضوية، ألا وهو تكاثر، تمايز، ودع الأقوى يحيا والأضعف يموت. هذه الخلاصة التي توصل لها ودونها تشارلز داروين تمثل تقريرا واضحا بأن نظرية التطور بنفسها تشير إلى وجود إله، لأن نظرية التطور بحسب خلاصة تشارلز داروين هي عبارة عن قانون عام دقيق للترقي لا يمكن أن نراه ثم نغفل أو نتغافل عن أن وراءه مقنن مدرك وعالم وحكيم، بل وهادف بكل معنى الكلمة، وهذا يثبت بلا شك وجود الإله. أيضا هناك اعتراف من بروفيسور ريتشارد دوكينز في كتابه صانع الساعات الأعمى، اعتراف بقانونية الانتخاب الطبيعي وبوجود نظام يحكمه. يقول بروفيسور ريتشارد دوكينز في كتابه: فإنك إذا اعتقدت أن الداروينية هي المعادل للصدفة، فمن الواضح أنك ستجد من السهل عليك أن ترفض الداروينية، وسوف تكون إحدى مهامي هنا أن أدمر هذه الأسطورة التي يؤمن بها بحماس، وهي أن الداروينية نظرية للصدفة. هنا يقرر بروفيسور دوكينز أن الانتخاب الطبيعي مقنن وليس عشوائيا أبدا، بل هناك نظام يحكمه. ولكن دوكينز وباعتباره ملحدا ينفي الهدف، وهو يعتقد أن نفيه للهدف بعد اعترافه بالقانون والنظام سيكفيه لنفي وجود إله مقنن ومنظم. يقول بروفيسور ريتشارد دوكينز أن التمثيل بين التلسكوب والعين وبين الساعة والكائن الحي هو تمثيل زائف، فصانع الساعات الحقيقي له تبصر للأمام. أما ما يصنع الساعات في الطبيعة وهو الانتخاب الطبيعي، تلك العملية الأوتوماتيكية العمياء غير الواعية التي اكتشفها داروين، والتي نعرف الآن أنها تفسر بيولوجيا الحياة، فليس له عقل فيه هدف، إنه بلا عقل وبلا عين، وهو لا يخطط للمستقبل، وليس له رؤية ولا بصيرة للأمام ولا بصر على الإطلاق. وإذا كان من الممكن أن يقال عنه أنه يلعب دور صانع الساعات في الطبيعة، فهو صانع ساعات أعمى. وكما هو واضح تماما، فإن بروفيسور ريتشارد دوكينز يعترف بأن هناك مصنوعا معقدا، وأن هناك قانونا للصنع، وأن هناك صانعا، فقط هو لا يرى الهدف، فيقول إن الصانع غير هادف، وبالتالي يقرر أن الصانع غير مدرك لما يفعل، بالتالي فهو الطبيعة لا غير، وبهذا ينكر دوكينز وجود الإله. ولكن كما يقول السيد أحمد الحسن، فإن دوكينز وباعتباره عالم أحياء قدير وليس فيلسوفا كما يحلو لبعضهم وصفه، فقد فاته الكثير.
فاعترافه بوجود قانون ووجود مصنوع معقد مقنن تكفي لإثبات الوجود الصانع المدرك. وأما كونه لا يرى الهدف فهذا لا يعني عدم وجود هدف، فهو يحتاج حتما إثبات عدم وجود الهدف لينكره، وهذا ما لا يستطيع إثباته. كما أننا أثبتنا وسنثبت الهدف إن شاء الله، وبهذا يتم إغلاق أي منفذ للإلحاد من باب الانتخاب الطبيعي. والحقيقة أن كل من يقرأ كلام بروفيسور ريتشارد دوكينز في كتاب صانع الساعات الأعمى يفهم اعتراف هذا العالم المتخصص بأن جهاز السونار الطبيعي لدى الخفاش يعبر عن قانون ومقنن لا محالة. ثم إذا أضيف لجهاز السونار الطبيعي لدى الخفاش تفاعله مع بقية أجهزة الخفاش كالأجنحة بدرجة فائقة من الدقة، فإن مسألة المقنن تصبح مؤكدة 100%. إذن دوكينز يعترف بالمصمم، ولكنه ينكر أن يكون المصمم هادفا، ولهذا يسمي هذا المصمم بصانع الساعات الأعمى. ودوكينز يقصد كل ما تقصده الكلمات بكل التناقض الذي تحمله، وهو يدعي أن كتابه صانع الساعات الأعمى يحل هذا التناقض. والحقيقة أنه لا يحل شيئا، بل هو فقط محاولة لتجزئة مصنع كبير أو صناعة كبيرة التطور إلى مراحل بمصانع صغيرة أو خطوط إنتاجية صغيرة أثناء عملية دراسة هذا المصنع الكبير أو الصناعة الكبيرة لإخفاء هدف هذه الصناعة الكبيرة. من خلال هذا التشتيت كما قد بينا هذا الأمر سابقا، وبهذا نختم هنا هذه الحلقة، ونلتقي في الحلقة القادمة مع أدلة أخرى على وجود الله سبحانه وتعالى ومناقشة هدفية الانتقاء أو الانتخاب الطبيعي.